السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، محاضرتنا لهذا اليوم خاصة بإيجاد أو حل تمارين حجوم المكعب ومتوازي السطوع. هذه المحاضرة خاصة لطلاب الصف الأول المتوسط. طبعا هذه التمارين أو الموضوع هو في الفصل السادس. راح ناخذ السؤال الأول اللي هو تطبيق مباشر على إيجاد حجم متوازي السطوح. راح نشوف من السؤال إنه هو متوازي سطوح قاعدته 4 متر، طول قاعدته 4 متر. فالسؤال الأول هو يقول إنه لدينا متوازي سطوح طول قاعدته 4 متر، يعني ال L اللي هو طول القاعدة 4 سنتيمتر، وعرضه 8 وارتفاعه 8. عرضه، العرض اللي هو نورمزلو W 8 سنتيمتر، والارتفاع اللي هو اتش نورمزلو ايضا 8 سنتيمتر. المطلوب ايجاد حجم متوازي السطوح. الشكل هو شنو؟ الشكل متوازي سطوح مو مكعب، متوازي سطوح. فهذا بطلب جد حجمه، منطق طول وعرض وارتفاع، يعني تطبيق مباشر على قانون ايجاد حجم لمتوازي السطوح اللي هو في الخاص بمتوازي السطوح اللي هو الفوليوم، الحجم صرنا ال في دبليو في اتش. فبس تعوض على ال والدبليو والاتش اللي هي طول العرض والارتفاع، انبسط نجد الحجم. الطول اللي هو 4 في العرض اللي هو 8، الارتفاع ايضا 8، 4 تنزل 8 في 8 64. فنجي بس تبسيط ايضا، 4 في 4 16 6 وباليد 1، 4 في 6 24 1 25، فراح يكون 256 سنتيمتر مكعب هو حجم متوازي السطوح الذي طوله او طول قاعدته 4 سنتيمتر وعرضه 8 وارتفاعه 8. السؤال الثاني يا طلاب ايضا هو خاص بايجاد الحجم. السؤال نشوفه، مكعب طول حرفه 4.5 سنتيمتر، ما حجمه؟ طول الحرف، طول الحرف اللي بالمكعب اللي هو شنو؟ L، اعطينا هو 4.5 سنتيمتر. طبعا بالمكعب الابعاد اذا تذكرون تكون متساويه كلها، الطول والعرض والارتفاع متساوي، فيكون الشكل مكعب. لذلك فالقانون مال الحجم مال المكعب ايضا هذا تطبيق مباشر على قانون حجم المكعب، راح يكون L في L في L. نعوض اللي هي 4.5 في 4.5 في 4.5، نجي نضرب 45 في 45 في 45، نعوف الفوارز بعدين بالاخير بالناتج ننزل الفوارز. 45 في 45 في 45 راح يطلع لنا 91,125. زين، كم فارزة؟ كم مرتبة عفوا بعد الفارزة؟ مرتبة، مرتبتين، ثلاثة. فنجي نحسب 1 2 3، نحسب 3 مراتب ونخلي الفارزة، فيصير طول أو عفوا حجم المكعب اللي طول حرفه 4.5 سنتيمتر هو 91,125 سنتيمتر مكعب، هو حجم المكعب الذي طول حرفه 4.5 سنتيمتر. السؤال الثالث، طبعا شوفوا هاي التمارين الاولى مال تاكد من فهمك، حتى باقي التمارين يعني هذا موضوع سهل، وهاي التمارين تطبيقها تقريبا مباشر، بس مجرد فهم السؤال راسا تجي الناتج وتطبق. السؤال الثالث طلابي الاعزاء يقول متوازي سطوح مستطيله، متوازي سطوح وليس مكعب، اللي هو القانون مالته ال في دبليو في اتش، نفس سؤالنا. زين بس نشوف هنا ايش عندنا، ارتفاعه 3 امثال طول قاعدته، ومنطينا طول القاعده، طول القاعدة اللي هو L length، واضح؟ 4 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، والعرض أو عرضة اللي هو عرض المتوازي اللي هو 8 سنتيمتر، والارتفاع يا طلاب اللي هو ذكر إنه هي معلومة بالبداية، ارتفاعه 3 أمثال طول قاعدته، يعني ال H يساوي لنا 3 في L، 3 أمثال يعني 3 في كمية. زين، فهنا هذا راح يكون الارتفاع مجهول، احنا حتى نجد الحجم لازم نطبق القانون اللي هو ال في دبليو في اتش، لازم يكون ال والدبليو والاتش معلومه. احنا عندنا ال معلومه والدبليو معلومه بس الاتش ما معلومه. ولكن ايش اللي هي؟ الاتش عايقن لك 3 امثال الطول، يعني 3 في قيمه الطول اللي هي 3 في 4، 3 في 4 اللي هو راح يصير الاتش راح يكون عندنا 12 سنتيمتر، فصار عندنا الطول والعرض والارتفاع معلومة. فحتى نجد الحجم اللي هو طلبه راح يكون أيضا تطبيق مباشر قانون الحجم المتوازي السطوح اللي هو R في W في H،
4 في 8 في 12. يا طلاب 4 في 8 راح تكون 32 في 12. 32 في 12 384 سنتيمتر مكعب. هذا راح يكون حجم متوازي السطوح، طوله 4 سنتيمتر وعرضه 8 وارتفاعه يمثل 3 امثال طوله. الان بعد ما انتهينا من حل السؤال الثالث ننتقل الى فقره التدرب وحل التمرينات. السؤال الرابع، لدينا مكعب حجمه 1000 سنتيمتر مكعب، مكعب حجمه 1000 سنتيمتر مكعب، مطلوب ما طول حرفه؟ الام هو طول الحرف يا طلاب صح؟ زين انتبهوا، هذا السؤال ما منطيك طول حرف او منطيك ابعاد طول او عرض وارتفاع واقول لك جد الحجم، لا بالعكس، انا منطيك الحجم واقول لك جد طول حرف او طول ضلع المكعب. زين احنا بما ان عندنا الشكل هو ذاكره بالسؤال مكعب، يعني اي قانون نستخدم؟ نستخدم قانون المكعب، حجم المكعب طبعا. ذاكر بالسؤال الشكل مكعب ومنطق حجم، فتستخدم قانون الحجم الخاص بالمكعب اللي هو V تساوي لنا L في L في L. زين انا مثل ما قلت لكم هنا ما منطيك ال L معطى حتى تعوضه وتجد الحجم، لا بالعكس، منطيك الحجم اللي هو شنو؟ 1000 سنتيمتر مكعب، 1000 تمام؟ يساوي اي كميه تنضرب في نفسها مرتين تصير تربيع، ثلاث مرات تصير تكعيب، فيصير L تكعيب. واضح يعني؟ زين الان بقي لنا المطلوب هو ايجاد L، فهاي صارت مثل المعادله عندنا. حتى نجد المجهول بها اللي هو L لازم نتخلص من اي شيء معاه، اذا كان مضروب برقم او يم وزاد او ناقص رقم او مقسم على رقم، المهم هنا مرفوع الاس، ناخذ اي جذر؟ جذر الجذر التكعيبي. ليش تكعيبي؟ لان هو المتغير اللي عريض نجده مرفوع الاس 3، لو كان مرفوع الاس 2 ناخذ جذر تربيعي، لو كان مرفوع الاس 4 ناخذ جذر رابع. المهم جذر تكعيبي، بناخذ جذر تكعيبي للطرفين، الف تكعيب اذا تذكرون بالكورس الاول يا طلاب اللي هو الجذر التربيعي والتكعيبي. الجذر التكعيبي كمية حتى تطلع من تحت جذر تكعيبي بالذات انه هي مربع كامل يعني نوجد له جذر، لازم تجد حاصل ضربه، حاصل ضربها كمية ثلاث ارقام من الشابه، يعني الالف هي جايه من اشنو؟ من 10 في 10 في 10. اذا جذر عفوا جذر تكعيبي للالف هو ال، الال يساوي لنا 10 سنتيمتر، راح يكون هو طول الحرف الخاص بالمكعب الذي حجمه 1000 سنتيمتر. سؤال اخر طلاب الاعزاء اللي هو السؤال الخامس، متوازي سطوح حجمه، هنا ايضا حجم متوازي السطوح ايش قد نعطينا؟ هو 45 سنتيمتر مكعب. عفوا 48. زين متوازي السطوح حجمه 48، فاذا كانت مساحة قاعدته، هنا مساحة قاعدة متوازي السطوح، مساحة قاعدته منطقة هي 12 سنتيمتر. طلاب فما ارتفاعه؟ هنا الاتش مجهول. زين اول شيء منطقة الشكل هو اشنو؟ متوازي السطوح، يعني راح تتعامل مع القوانين مع متوازي السطوح، ومنطق حجم يعني ايه راح تتعامل قانون الحجم الخاص بمتوازي السطوح. اذا اول شيء نكتب القانون مع متوازي السطوح اللي هو M في W في H. زين طلاب هو ايش عايل هنا بالسؤال؟ هم نفس السؤال اللي قبله، بس انه الفرق انه هنا الشكل متوازي السطوح، هنا ما عايل الحجم ال V، هو هنا منطيك ال V اللي هي ايش قد؟ 48، وعايل ال H الارتفاع. زين طلاب؟ زين بس ال H هنا مجهول، بس ايش نحن اذا حتى نريد نجد مجهول ما يصير اكثر مجهول بالمعادله حتى تطيق تحله، لازم بس مجهول واحد اللي هو الاتش اللي عيطلبه. بس شوف المعطى هنا شنو؟ مساحه القاعده منطق هي مساحه القاعده تساوي لنا 12. القاعده او عندنا قانون مال متوازي السطوح تقول في تساوي لنا مساحه القاعده في
الارتفاع. زين، مساحة القاعدة اللي هي الـ L في W. ليش؟ لأن القاعدة إذا كان شكلها مربع أو إذا كان شكلها مستطيل هي مساحتها L في W، طول في العرض. واضح؟ فهو منطقية مباشرة هنا منطقية 12 سنتيمتر، فصير 12 في L في H عفوا. فصار عندنا هنا، إذا بس تبراعي هاي ملاحظة حتى تعرفون شلون جد. عندنا قانون مال حجم الخاص بمتوازي السطوح، اللي هو يقول مساحة القاعدة في الارتفاع في اتش. واضح يا طلاب؟ زين، مساحة القاعدة ايش قد عيني هنا؟ 12 منطقية في اتش، فصار عندنا المجهول شنو هو؟ اتش مضروب برقم. حتى نتخلص من هذا الرقم نقسم على 12 او نقسم على معامل المجهول اللي هو 12. طبعا ما نقسم طرف واحد، نقسم الطرفين. راح تختصر هاي مع هاي يبقى لنا اتش 12 48 على 12 يطلع بها 4 سنتيمتر، هو الارتفاع الخاص بهذا المتوازي السطوح. السؤال السادس ايضا يا طلاب راح ناخذه، يقول متوازي سطوح مستطيله قاعدته مربعه وارتفاعه 10، فاذا كان حجمه 90 فهو طول ضلع قاعدته مربعه. انتبهوا يا طلاب، أنت تذكرون من شرحنا الموضوع مع متوازي السطوح؟ خلينا نكتب المعطيات أول. أول شيء متوازي سطوح قاعدته مربعة. زين، ومنطقي أشنو؟ الأتش اللي هو الارتفاع منطينا هو 10 سنتيمتر. زين، والحجم منطينا هو الخاص بمتوازي السطوح هو 90 سنتيمتر مكعب. فما اقول ضلع القاعده المربعه. زين، عايريد هنا ال L هنا عندنا راح تكون مجهوله اللي هي طول ضلع القاعده المربعه. بس تو يمي ذكرنا لكم موضوع متوازي السطوح او الحجم الخاص بمتوازي السطوح. اذا كان عندنا قاعده شاذه، اذا تذكرون قلت لكم اذا كان قاعده متوازي السطوح مربعه فان القانون مال الحجم مالته الخاص راح يكون L في L في H. ليش L في L؟ لأن القاعدة قلت لكم القانون مال متوازي السطوح هو مساحة القاعدة في الارتفاع. واضح؟ زين، إذا القاعدة مربعة فمساحة المربع هو طول الضلع في نفسه، فلهذا راح يصير L في L في H. فبهالحالة تكتبون بما أن القاعدة مربعة فإن الحجم أو قانون الحجم لمتوازي أضلاع هو راح يكون L في L في H. واضح يعني؟ زين، بس تبهوا يمي هنا هم ما مطلوب ايجاد الحجم، الحجم انا منطق هو ومنطق الارتفاع. عاد اقول لك ما هو طول ضلع القاعده، يعني ال L هنا مجهوله. فنجي نعوض المعطيات حتى نجد المجهول. ال V هو 90 سنتيمتر يساوي لنا L، ال L اشقد عفوا مجهوله. زين، اي كميه في نفسه؟ مرتين مو ثلاث مرات. مرتين يعني تصير تربيع، فصير L تربيع في H، ال H اشقد 10 سنتيمتر. زين، هم صار عندنا معادله بها معلوم بها مجهول. حتى نحل المعادله نتخلص نضع معلوم بجهه ومجهول بجهه، فنتخلص من اي ارقام مع المجهول حتى نجده. اول شيء نقسم على معامل المجهول، نقسم على 10 اللي هو معامل المجهول، طبعا نقسم طرفين حتى يبقى لنا هنا ال تربيع يساوي لنا 90 على 10، صفر مع صفر تروح يبقى لنا 9. ما خلصنا، ليش؟ لان هنا ال تربيع مو ال، احنا نريد نجد ال. ناخذ هنا اي جذر تربيعي لو تكعيبي، ناخذ جذر تربيعي. ليش؟ لان مرفوع الاس تربيع الام، المجهول مرفوع الاس تربيع حتى نتخلص منه. فمن ناخذ جذر تربيعي يساوي ام تساوي تحت الجذر 9، و9 رقم سهل نعرف انه جذر 9 هو 3. فبذلك راح يكون عندنا طول الضلع للقاعده المربعه الخاصه بمتوازي اضلاع هو 3 سنتيمتر. ناخذ مجموعة ثانية من التمارين الخاصة بموضوع حجم مكعب ومتوازي السطوح اللي هي تدرب وحل التمرينات. راح احلكم السؤال الثامن طلاب الاعزاء، عفوا السابع. خلينا نقرا السؤال. خزان ماء على شكل مكعب طول حرفه 3 متر. خلينا نرسم طلاب خزان ماء
يعني تانك مال ماي على شكل مكعب. طول حرف المكعب هذا هو طقات 6 عفوا 3. طول الحرف هذا يا طلاب كلته 3 متر طول حرف المكعب. فاحنا بما انه مكعب يعني ابعاده كلها راح تكون متساويه طول وعرض و عفوا يعني طول اللي هو والعرض والارتفاع 3 ب 3 متر تمام؟ ليش؟ لان يعني المكعب ابعاد الثلاثه اللي هي طول والعرض والارتفاع متساويه اللي هي كلها نرمز لها بـR. زين. فيه كميه من الماء يبلغ ارتفاعها 1.5 متر طلاب يعني 1.5 متر 1.5 اللي هي نص الثلاثه يعني نص الخزان مال الماء بالضبط مملي او مملوء بالماء. ليش؟ لان يعني 1.5 هي نصف الثلاثه. فنقول لي هنا هذه عفوا هذا الجزء المظلل راح يكون هو المملوء بالماء الخاص بالخزان. واضح طلاب؟ فيبقى لنا يعني هاي صار الثلاثة نصها اللي هي 1.5 متر مملوء بالماء و 1.5 متر فارغ أو ما بي ماء. زين، إيش المطلوب؟ احسب كمية اللازمة أو الماء التي يلزم إضافتها للخزان ليمتلئ تماما. زين طلاب، احنا بما انه نصه مليان ونص الباقي فارغ، عايرين ايش قد يسع او ايش ما هي الكميه اللازمه لتدفق الماء في الخزان حتى يمتلئ الخزان اللي هو نصف الباقي الفارغ حتى يمتلئ تماما. زين اولا احنا حتى نجي سعه الماء اكتبوا يمي، بما ان سعه الجزء الفارغ من الخزان طبعا سعة الماء سعة الماء تمثل حجم الجزء اي جزء اللي هو اكيد جزء الفارغ مو كل الـ مو حجم مو كل حجم كل التانكي وانما جزء الفارغ فقط. زين لذلك حتى نجد السعة اللازمة من الماء حتى يمتلئ الخزان لازم نجد سعة الحجم عفوا الجزء الفارغ اللي هو نصف الخزان. لذلك نكتب في الجزء الفارغ اللي هو اقصد به حجم فوليوم الخاص بالجزء الفارغ. اشنو هي الابعاد؟ طول في عرض في ارتفاع. زين هنا من اختلفت ابعاد الطلاب ما صار مكعب لان قل الارتفاع مالته. واضح علي؟ فصير R في W في H. واضح؟ ال R اللي هو طول 3 العرض اللي هو ايضا 3 الطول والعرض اللي هي هذا اقصد بما انه هذا هو نفسه هذا ايضا 3 والعرض هو نفسه ايضا 3 بس ان الارتفاع صار عندنا هو ايش قد؟ الارتفاع صار 1.5 وليس 3 لان نصفه يا طلاب. فبذلك ايش راح يكون؟ 3 في 3 9 9 في 1.5 يعني صار 9 9 في 15 نضربه بعدين نخلي الفارز 9 في 5 صار 5 وباليد 4 45 9 في 1 9 و4 13 وبما انه مرتبه واحده بعد الفارزه فخلي مرتبه واحده اللي هي صار سنتيمتر مكعب هذا سعه الجزء الفارغ أو كمية الماء اللازمة لامتلاء الخزان اللي هو الجزء الفارغ اللي باقي من الخزان. راح آخذ أيضا انتقل إلى فقرة فكر. طلابي الأعزاء عندنا بهذه الفقرة راح أحل لكم السؤال التاسع اللي هو خاص بالتحدي. زين نشوف السؤال نقراه ونفهمه حتى نعرف ايش المطلوب وشلون نحل. السؤال التاسع يقول قررت شركة حلويات تغيير شكل العلبة من متوازي سطوح ابعاده يعني عندنا شركة حلويات كانت تنتج اكيد حلويات تضعها بعلبة خاصة شكل العلبة متوازي سطوح اشنو ابعاده؟ ابعاده هي
4 سنتيمتر، 4 سنتيمتر و 2 سنتيمتر و8 سنتيمتر يا طلاب. غيرت الشكل من متوازي سطوح شركة، شكل العلبة مالتها اللي تضع بها الحلويات غيرت من متوازي سطوح إلى علبة مكعبة. زين، بس هي ما غيرت، تريد تغيرها إلى علبة، من علبة متوازي سطوح إلى علبة مكعبة. واضح علي؟ علبة على شكل متوازي سطوح إلى علبة مكعبة. بس أشنو؟ شرطنا إنه هنا تبقى سعة العلبة ثابتة. يعني مثلا أقصد به كانت تضع مقدار كيلو من الحلويات في العلبة على شكل متوازي السطوح، تريد تغير شكل هاي العلبة بحيث تبقى سعتها مقدار كيلو غرام من الحلويات، بس شكل العلبة يكون مكعب. زين، فبالتالي يكون حجم العلبة الأولى، بما أن سعة العلبة سوف تبقى ثابتة، تبقى ثابتة، يعني أي أن حجم العلبة الأولى اللي هي شكل متوازي السطوح يساوي حجم العلبة الثانية. واضح طلاب؟ فهذا أول شيء معطى نستفاد منه. أشو نستفاد منه؟ أنه نجد حجم العلبة الأولى اللي هي على شكل متوازي السطوح، وبذلك يكون عندنا حجم العلبة الثانية معلوم. يبقى لنا بس أنه هو يجيد طول حرف العلبة المكعبة. زين، فأول شيء لذلك نجد حجم العلبة، عفوا العلبة الأولى اللي هي على شكل متوازي سطوح. لذلك أي قانون نستخدم حتى نجده؟ قانون الخصم مال العلبة الأولى، حجم العلبة الأولى اللي هو قانون خصم المتوازي سطوح، اللي هو طول في عرض في ارتفاع. الطول عندنا 4 في 2 في الارتفاع اللي هو 8. واضح طلاب؟ أو عفوا طول هو 8 في العرض 4 في الارتفاع 2. زين، 4 في 2 8 في 8 64 سنتيمتر مكعب، هذا حجم العلبة الأولى. زين، بما أنه هو قال العلبة غيرتها الشركة بس عملت شكلها مكعب، واضح؟ بس أشني؟ و V1 اللي هو يساوي لنا V2 حجم حجم العلبة على شكل متوازي أضلاع، يساوي لنا حجم العلبة على شكل مكعب، ويساوي لنا 64 سنتيمتر مكعب يا طلاب. زين، بما انه هو العلبه الثانيه اللي غيرتها الشركه عفوا هي صارت على شكل مكعب، اذا اي قانون نستخدم؟ قانون الحجم الخاص بالمكعب اللي هو L في L في L. زين، انتبهوا يمي عيني يا شباب، هذا صار V2. ليش؟ لان العلبه بما ان هنا نكتب بما ان العلبه أصبحت مكعبة الشكل، لذلك نستخدم القانون الخاص بالمكعب. زين، فأنا هنا إيش طالب بالسؤال؟ جد طول حرف العلبة المكعبة الجديدة اللي هي، فالإل هنا راح يكون مجهول، مو الحجم، ما عاد أريد الحجم، يعني الحجم اللي هو نفس حجم العلبة الأولى، فنعوض اللي هو إيش قد؟ 64، ساوينا إل في إل في إل، كمية في نفسها 3 مرات، صار إل تكعيب، وقلت لكم أي كمية تكعيب مجهولة حتى نتخلص من الأس، معناته ناخذ جذر تكعيبي. ليش اخذنا جذر تكعيبي؟ حتى اتخلص من الأس اتلافه، فيصير ال من اخذناه جذر تكعيبي يروح الجذر، يبقى لنا ال وحده 64 تحت الجذر يا طلاب. اما تحللون هنا او انتم حافظيها هي راح تطلع 4، لان 4 في 4 16 في 4 64، ما جاب بالكم هذه الكميه او ما تعرفون اشنو هو الجذر 64، نجي نحلل. نفس الحاله هناك جذر الف، جذر تكعيبي لألف أو أي جذر تربيعي أو تكعيبي لأي كمية حلل. زين، هنا تكعيب لا تنسون، يعني لازم رقم نجده أو نطلعه في نفسه 3 مرات. فنجي ال 64 نحللها، تريدون على 2 أو على 4 لأن هي زوجية، فناخذ على 4، 64 على 4 تطلع بها 16، أو ما تعرفون ما جاب بالكم على 4 خذوا على 2. 64 على 2 يطلع بها 32، على 2 يطلع بها 16. على 2 8، على 2 4، على 2 2. نكمل التحليل. فقلنا لكم 64 على 2 32، على 2 16، على 2 8، على 2 4، 4 على 2 يطلع بها 2، نرجع نكمل 2 على 2 صار عندنا 1، هنا انتهى التحليل.
شوفوا طلعتنا كميات كبيرة من الأرقام، احنا لازم حتى نجد جذر تكعيبي لازم رقم أو كمية مضروبة في نفسه 3 مرات، فانتبهوا هنا 2 في 2 صارت 4، و2 في 2 4، و2 في 2 4، فتكون هاي الكميات المضروبة ببعض أو هاي الأرقام تاخذ رقمين تضربهم في بعض بحيث يطلع لنا رقم، أو تاخذ غير رقمين تضربهم ببعض أيضا يطلع لنا نفس الرقم، وغير رقمين تضربهم ببعض يطلع لنا رقم الأخ بحيث تصير 3 أرقام مشابهة، فصارت عندنا 4 تكعيب، يعني جذر 64 هو 4 من تحت الجذر، فيكون طول الحرف الخاص بالعلبة الجديدة بعد التغيير بحيث يبقى سعة أو تبقى سعته ثابتة هو 4 سنتيمتر يكون طول الحرف. لذلك طلاب الأعزاء يكون انتهينا من محاضرتنا اليوم اللي هي خاصة بحل أسئلة وتمارين إيجاد الحجم للمكعب المتوازي السطوح.